شرف الانتصار. وللأستاذ تحية. وللأستاذ تحية. وللأستاذة تحية. جينا اليوم هنا للوزارة، كاين واحد الحوار بين الوزارة والنقابات اللي غادي يصفر عليه مجموعة من ديال المخرجات، وجينا اليوم حنا كزنزانة 10 مزنزانين خرجي سلم 7 و8 و9 باش نوصل الصوت ديالنا للوزير وللنقابات كذلك، باش يدير واحد المخرج لينا حنا وندوزو فواحد الترقية استثنائية، لأن هاد النظام الأساسي غادي يولد مجموعة من الضحايا بعد الإخراج ديالو. لهذا حنا جينا نخبروا الوزارة والحكومة والنقابات بأن باش يديروا لنا حل ويديروا لنا واحد الترقية استثنائية. المطلب ديالنا هو 15 ديال الخدمة زائد 6 سنوات في السلم، وندوزوا بعد في هاد الترقية باش ما نكونوش ضحايا ديال النظام الأساسي الجديد. حنا اليوم كما كتشوفوا تقريبا من بعد واحد المسيرة طويلة ديال الاحتجاجات وديال النضالات وديال الإضرابات، حنا كنجيو من جديد هنا أمام الوزارة باش نوجهوا رسالة صريحة للسيد الوزير، وهو كان طالبه بما أنه اليوم كاين في لقاء مع النقابات، كان طالبه من النقابات والسيد الوزير الحسم في ملف زنزانة 10 وبطريقة تكون يعني فيها إنصاف لجميع الفئات ابتداء من 95 من أفواج 95 إلى 2012 بأثرين ماديين، بأثرين مادي وإداري. وحنا راه غنصبروا في احتجاجات ماشي هنا غادي نحبسوا الى ان يحل الملف ان شاء الله. الوزارة هي والحكومة هي والحكومة هي درع النضال نحن عليه سائرون. يا سلام يا سلام. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.